يبرز الحديث هذه الأيام عن مصطلح الذكاء الاصطناعي، وأنا أحاول كثيراً أن أفهم هذا العالم المعقد. هو ببساطة مصطلح يعبر عن الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استناداً إلى المعلومات التي تجمعها. شركة أوبن AI طرحت العام الماضي أحدث صيحة في عالم التكنولوجيا أطلقت عليه اسم تشات GPT. هو عبارة عن روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم بالإجابة على أسئلة المستخدمين بطريقة إبداعية، وكتابة المقالات بحسب الطلب مستخدما قاعدة بيانات تعتمد على محتويات الويب المنشورة. سنحاول أن نفهم أكثر عن هذا الروبوت المثير للجدل مع الخبير والمدون في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يزن صوالحة. مساء الخير يا يزن، يعني حاولت قدر الإمكان أن أستوعب هذا التطبيق لربما المعقد، لكن كونك صاحب اختصاص، هل يمكن أن تشرح لي والمشاهدين الآلية التي يعتمد أو يعمل بها تطبيق تشات GPT؟ أكيد، مساء الخير أول شيء لك ولجميع مشاهدين المملكة. برنامج تشات GPT اللي تم إطلاقه أكيد مؤخرا هو عبارة عن نموذج أولي لدردشة الذكاء الاصطناعي. طبعا أطلقته شركة أوبن AI، وللمعلومة شركة أوبن AI أحد المؤسسين إلها هو إيلون ماسك، وهي المعلومة اللي الكل لازم يعرفها. صارت طبعا هذا البرنامج صار من أكثر البرامج استخداما، وصل ل 100 مليون مستخدم بشهر، زي ما بيقولها المونثلي يوزرز، بأقل فترة ممكنة، وصار أكثر برنامج استخداما خلال فترة قصيرة. إحنا بنحكي هذا البرنامج اللي بيعتمد فعليا على توليد نصوص معينة أو ردود مشابهة لردود فعل الإنسان، زي ما إحنا بنحكي مع بعض، هو بلش يحكي بهذه الطريقة بهذا الأسلوب. بيعتمد على خوارزميات تم تدريبها مسبقا، وتم تزويدها أكيد ببيانات ومعلومات، سواء كانت بيانات داخل البرنامج أو داخل الشركة نفسها، أو معلومات من مصادر موثوقة. نعم. المصادر الموثوقة ممكن تكون منها طبعا تم ذكر ويكيبيديا كأحد المصادر اللي بتم استخدام طيب المعلومات. يزن خليني أستوقفك، كونه أنت بتحكي أنه يعتمد على البيانات الموجودة في الويب، بيانات موثوقة أو مدخلة، لكن هل هناك احتمالية في الخطأ للنتائج التي تخرج من هذا التطبيق؟ احنا ما بننكر اليوم البرنامج زي ما حكيت هو نموذج اولي، وهو تحت التجربه. احنا حاليا بتم استخدامه تحت فتره التجربه، وفتره التجربه اكيد بيكون فيها نسبه الصواب ونسبه الخطا، فهو يعتمد على بيانات، والبيانات بتكون لا حديت مده معينه، ممكن تكون لليوم، لكن اذا تم هلا حط بيانات جديده ممكن لسه ما اخذها، فاكيد بيتم تعديل هاي البيانات. وبتم احنا بنحكي ذكاء اصطناعي، فبيتعلم، وهذا اسلوب التعلم ممكن يعطيك معلومات بشبكها مع بعض وبيعطيك معلومات مفيده، لكن بالتاكيد الخطا وارد، وبتعلم من الاشياء اللي احنا بنعطيها. طيب، هل يدعم هذا التطبيق جميع اللغات؟ يعني مثلا اذا سالت سؤال في اللغه العربيه، هل سيظهر نتائج مشابهه اذا طرحت نفس السؤال لكن مثلا في اللغه الانجليزيه؟ هلا هذه من احد التجارب اللي انا عملتها بصراحه. على هاي الاداه، لانه هاي التجربه جدا مهمه لنكون احنا فاهمين اكثر البرنامج، فالتجربه هاي فعلا اعطتني اجابه، يمكن طبيعه السؤال اللي سالته كانت معطيتني اجابه مطابقه تماما بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. لكن خلينا نكون يعني احنا فهمنا واقع انه هو بيعتمد على بيانات موجوده او مدخله على هذا البرنامج بتدرب عليها، الردود اللي عم بيعطيك اياها بناء على هاي البيانات، ف احتمال تكون البيانات بالعربية تختلف عن البيانات الموجودة باللغة الإنجليزية، فممكن هنا يكون في نسبة، ما بدي أحكي خطأ، لكن هو تعلم على البيانات الموجودة، فممكن يعطيك إجابة مختلفة، أو ممكن يعيد صياغة الجملة نفسها بطريقة أخرى، وهذا برضو من أحد الأشياء المهمة الموجودة بتشات GPT. طيب، هناك قرأت في أثناء الإعداد لهذه المقابلة أن هناك عدة جامعات تتجه إلى حظر هذا التطبيق، نظراً لأن هناك يمكن سوء استخدام لدى بعض الطلبة لهذا التطبيق، خاصة في حل أسئلة الامتحانات. هل ترى أن هذه الخطوة صائبة؟
هلا احنا اليوم دونا عن الصواب او الخطا، بدي احكي انه هذا البرنامج يقوم بتوليد نصوص، يعني عم بيعطيك نص كامل. ومؤخرا تم اجراء اختبار، هذا الاختبار هو الاختبار الطبي اللي هو البورد اللي فعليا جربوا تشات جي بي تي عليه واجتاز الاختبار. فما انه اجتاز الاختبار فهو اكيد بيعتمد على مصدر معلومات جدا كبير ثواني بيساعد معين. انه يعطيك احنا ردود نحكي عن ايجابيه. هذا التطبيق اجتاز امتحان البورد الطبي، هاي صحيح، معلومة اجتاز الامتحان خطيرة. وتم اجتياز الامتحان فعليا. طبعا تم اجتياز الامتحان، وهذا يعني اكيد بدل على قديش قوه تشات جي بي تي في ابتكار ردود فعليا مناسبه للسؤال اللي انت بتساله اياه. فاذا هل انا مع او ضد، فهو حسب كيفيه استخدامنا له. في حال انا بدي استخدمه عشان انا بدي اجتاز امتحان، لا هون بدنا نوقف، لانه لازم نتطلع على انه احنا الاشخاص لازم نكون مصدر معلومه اقدر انا استفيد منها واحطها بالامتحان واجتاز انا الامتحان، لانه هاي بالنهايه خبراتي وثقافتي اللي انا بدي اقدم فيها الامتحان. لكن اذا انا اليوم عندي خلينا نحكي بحث معين او في عندي معلومه معينه بدي اقدمها، مش غلط استعين بهذه الادوات، لانه هذه الادوات تقدم معلومات فعليا يمكن سهلت علينا ادوات البحث وصارت تعطينا معلومه شافيه، لكن هنالك معلومات لازم احنا كانسان نحطها داخل المحتوى الموجود بها من او اللي بيطلع من هاي الادوات لحتى يطلع عندي المحتوى كامل متكامل. طيب. نتاكد دائما هاي الادوات تعطينا لضيق ردود. الوقت سؤال فضل. سريع عن جواب سريع 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 جدا، هل يمكن للآلة ان تصبح اذكى من الانسان، نعم ام لا؟ نعم يمكن ان تصبح اذكى من الانسان، يعني الله اعلم. يزن صوالح الخبير والمدون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.